السلام عليكم، أخوكم متعب السعد من قناة السعودية للسيارات والدراجات النارية. اليوم تجربتنا من MG البريطانية الصينية. هذه السيارة معانا HS 2020، سيارة جدا جميلة، طبعا تعتبر جيب بطابع رياضي بنفس الوقت. يعني ما أقدر أوصف لكم صراحة، أنا منبهر جدا من المواصفات اللي موجودة فيها، غير أنه رياضي بحت، لا من ناحية المراتب الداخلية اللي فيه ولا من ناحية قوته. ما شاء الله تبارك الله على سيارة. الآن لو أذكر لكم الماكينة والسلندر اللي فيه وقوة الأحصنة، شيء جبار ما شاء الله تبارك الله. باخذ بكم لفة على شكل السيارة علشان تشوفون، ومن بعدها بحكي لكم عن قوة ماكينة السيارة هذه. شوفوا ما شاء الله جمال السيارة، باللون الأبيض طبعا والداخلي بيج بالأسود مطرز. شوفوا الكليبرات بالأحمر، يعطيك طابع رياضي برضو جدا جميل. هذا شكل السيارة من برا. طبعا السيارة 4 سلندر تيربو 2000 سي سي، الأحصنة فيها 230 حصان، عزم الدوران اللي موجود فيها 360 نيوتن متر. طبعا السيارة اللي معانا هذه هي الفئة الفل كامل فيها. السيارة تجي من فئتين، فئة الفل اللي فيها التيربو وجميع المواصفات، والفئة الثانية تجي أقل منها تقريبا، تنقص عنها مواصفات كثيرة، منها السقف البانوراما، الزرار سبورت، الجنط يفرق كشكل، طريقة المقاعد، هنا الرياضية، هنا الفئة الأقل مراتب عادية. طبعا شوفوا ما شاء الله هذا الواجهية كاملة بالشبك ما شاء الله الكبير. الإنارة عندك الفل LED الأمامية والخلفية، فيها كشافات ضباب عادية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا فيها اللد النهاري موجود، هذه رسبة الفل LED. طبعا الواطي والعالي من نفس العدسة. الجنط حقها 18. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الأزياك هنا بالنياكل برضو مطعمة بالحواف السيارة من فوق. المرايات برضو فيها إشارة، الإشارة بالمرايات شوفوا مطعم طبعا بالنياكل. على الأبواب كل الأربعة، دخول بصمة أو الدخول الذكي يسمونه، والتشغيل بصمة برضو. من ضمن المواصفات اللي موجودة بالسيارة عندكم الفرامل ABS، مانع انزلاق، نقط عمياء، توزيع الفرامل إلكتروني برضو. طبعا برضو فيها تصفيط للمرايات إلكتروني، وهذا شكل اللمبات الخارجية. شوف لما تنفتح وتتقفل، تعطيك لمسات جدا جميلة. شفتوا حركة الإنارة مرة حلوة. طبعا إنارة تحت المرايات برضو. الحين بندخل نوريكم الجمال الداخلي للسيارة. طبعا قبل ما اوريكم الجمال الداخلي للسيارة، بوريكم الإضاءة كيف اللمبات حقتها كاملة مع الكشافات. وهذا مفتاح السيارة، قفل وفتح الشنطة الإلكتروني، والفتح الباب الأبواب. صراحة المفتاح جدا فخم، فخامة غير طبيعية. طبعا هذا شكلها من الإنارات الأمامية، وبوريكم شكل الإضاءة الخلفية، وهذا الشكل الخلفي لها. طبعا حساسات خلفية وكاميرا خلفية، هذا اللي موجود بالسيارة. أمامي ما في شيء، مع فتحات شكامين ثنتين،
لكن السيارة جميلة جميلة بشكل ما تتصورون. يعني حتى فيها رحابة في الداخلية وبنفس الوقت راحة بالمقاعد حقتها. طبعا عندكم الشنطة مثل ما قلت لكم الكتروني، تنفتح وبضغطة زر. طبعا ما شاء الله المكان منطقة تخزين جدا كبيرة. هنا كان العدة حقة السيارة ومن تحتها الاستبنة، لكن منطقة مرة وسيعة كبيرة. في الإضاءة هنا موجودة برضو ما شاء الله تبارك الله، مثل ما تنفتح بزرار برضو تتسكر ضغطة زر. وهذا الشكل الداخلي للسيارة. طبعا كل الأبواب جلد، شوفوا زي ما تشوفون ما هو شيء يابس وقوي، لا بالعكس لين وجميل مرتب. إضافة عليها إضاءة داخلية موجودة جوا السيارة حتى بالطبلون وبالأبواب كاملة، حتى بالجهة الخلفية نفس الشيء. تعطيك إشارات إنه نفتح الباب، تنبيه لمرتين ومن بعدها تثبت على اللون اللي موجود في السيارة. شوفوا شكل المراتب الخلفية كيف جدا جميلة، يعني رسمة رياضية أو مراتب رياضية بمعنى أصح. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا تكييف خلفي مع منطقة التهوية اللي هي تنقية الهواء، فتحتين USB. وهذا الشكل المراتب الخلفية. نجي للمنطقة الأمامية. طبعا هنا بالباب السايق الأزرار حقة القزاز، ضاف عليها صفط المرايات والليفت والرايت للتحكم بالمرايات الجانبية. قفل الأبواب مثل ما تشوفون، فتحة التكييف، وهذا الدركسون مع الداخلية. خلنا نركب ونوريكم الداخلي. بسم الله، هذا شكل الطبلون الداخلي ما شاء الله. شوفوا الشاشة 12 إنش تقريبا فاصلة 3، والشاشة الوسطية هنا عندكم 8 إنش. طبعا نافيجيشن مثل ما تشوفون. خلينا نوريكم اللمبات. هذا الدركسون طبعا جلد، معطيك طابع رياضي او مسكة رياضية جدا جميلة. مثل ما تشوفون هنا التوبترونيك للتغيير للمنول اذا بتقلب الجير عادي. هذه الازرار للتحكم بالمسجل، الرد الالي والصوتي. عندك هنا الأزرار هذه تتحكم بالشاشة اللي بالنص، شوفوا مثل ما تشوفون الآن أقدر أني أتحكم فيها وأدخل للإعدادات. هذا تحكم الإطارات، تقدر تشوف الإطارات منها. هذا للشاشة الوسطية طبعا يطلعك هنا المنيو حقها أو الإعدادات اللي فيها. الإعدادات اللي فيها عندكم هنا برضو فتحات التكييف مثل ما قلت لكم، التشغيل بصمة. هذه اختصارات للشاشة الوسطية، ترفع مسجل تقصر عليه، الهوم، الإعدادات حقت القيادة يعني مثل ما تشوفون كذا، للتكييف، للتسخين، التهوية، هذه الأشياء الموجودة. لكن بوريكم شيء الآن، هذا اللي قلت لكم أنه موجود فقط في الفل كامل باور سبورت. هذا يا شباب طيارة، يعني تغير الوضعية من هنا. شوف شوف تغيرت الوضعية، إضافة إليها حتى الإنارة تغيرت، معطتك الطابع الرياضي على طول. تتغير الإنارة مع الوضعية حقت القيادة كذا الشاشة بتكون. بس خلونا نغير الشاشة، أيوة على هذه راح تكون مثل الشكل هذا.
بس مجرد انك تضغط باور سبورت. هذا الشيء الوحيد اللي بيكون موجود في الفئة الاعلى اللي هي الفول كامل. الفئة الاقل لا، ما يكون موجود فيها. طبعا رجع للوضع الطبيعي، شوفوا تغير الطبلون معاكم وتغيرت الانارة نفس الشيء. بوريكم برضو شغلة ثانية بتغيير الانارات من الوضعية. طبعا هنا الجير من 6 سرعات موجود فيها، هنا فتحات اليو اس بي مع 12 فولت، هنا الاشارات، هنا المود حق وضعيات القيادة. شوفوا انا مجرد اني اغير الان، الحين الوضع الموجود الوضع القياسي، مجرد اني اغير شوفوا يتغير معاي حتى الالوان. هنا الوضع الرياضي برضو شوفوا اللون على الوضع الرياضي. نرجع نغير الوضع المخصص برضو، هذا اللي انت تخصصه وانت اللي تختاره. طبعا هنا الاقتصادي اللي هو الايكو، ويطلع لك هنا بالشاشة ايكو مود والانارة اللي موجودة الانارة الخضراء. من هنا طبعا تغيرها من وضعيات القيادة. طبعا السيارة هذا البريك حقها اوتو بريك، المنحدرات، وفيها لوك بحكم انه دفع رباعي مستمر، وهنا توفير الطاقة البنزين بحيث انه اذا انت وقفت عندي اشارة تطفي، مجرد انك ترفع رجلك عن البنزين وتدعس راح تشتغل السيارة دايركت على طول. هذه موفر الطاقة للبنزين عندك. بنفس الوقت هنا زر للشنطة تقدر تفتح الكتروني وانت جالس، غير اللي موجود بالريموت كنترول. وهذا شكل السيارة كامل ما شاء الله، حتى فتحات التكييف هنا واحدة وهنا ثنتين ثلاث وهنا الرابعة. من الأشياء المميزة بالسيارة فيها 6 سماعات موجودة داخلية، يعطيك يعني طرب وسمع صافي الشيء ما تتخيله، يعني مرة صفاوة فيها جدا حلوة، الأداء مرة عالي، الصوت مرة عالي. الشغلة الثانية اللي هي نظام الأمان بالسيارة فول إيرباج، في كل مكان في إيرباج، منطقة السايق بالدركسون بالراكب بالأماكن الجانبية، ما شاء الله فول إيرباج، يعني نظام سلامة جدا جميل. وماخذة MGHS جائزة 5 نجوم على نظام التصادم الأمامي أو الجانبي، إنه الأمام فيها مرة عالي. وعندكم هنا الشماسات برضو فيها إنارة، وهذا شكل الإنارة كامل. هذا التحكمات بالسقف البانوراما، تسكر الستارة وتفتحها وبنفس الوقت تفتح الشنطة، الإضاءات الداخلية كاملة، وهنا محفظة للنظارات. طبعا أكبر سقف بانورامي في فئتها أو من ضمن فئة منافسيها. طبعا المنافسين تقريبا رافور وتوسان، رافور من تويوتا وتوسان من هونداي. سقف بانوراما جدا كبير وجميل، يعتبر الأكبر من منافسيها. هذا شكل السيارة من جوا، صراحة جدا جميل. وهذه المقاعد الأمامية الرياضية. طبعا هنا منطقة تطعيم كنتارا، المخمل جميل جدا. طبعا الداخل انت تقدر تختاره، يا تبغى الابيض يا تبغى احمر، انا شفت الاحمر صراحة جميل على اللون الخارجي برضو الاسود، فطالع جدا فخم. حتى هذا جدا جميل وفخم صراحة. هذا شكل السيارة، الدركسون جدا جميل. انا جربت القيادة حقتها مرة جميلة، متماسكة السيارة بشكل ما تتصورونه، قوة الأداء في الاستجابة بالدعسة، سواقتها مرة مرة بطلة، مرة بطلة.
يعني جد انصدمت على صغر ماكينتها، انه 2000 سي سي وتيربو، لكن على حجمها وصغرها هذا مطلع القوة بالسيارة شيء جبار. يعني انا وانا ما جربت هذا، يعني وانا ما شغلت السوبر سبورت هذا ما شغلته، مع ذلك مرة جبار الأداء حقها. فأنتم مروا الوكالة وجربوا وراح تتأكدون من كلامي وراح تعجبكم قيادتها بإذن الله. طبعا بكمل لكم المنطقة هذه، شوفوا تعتبر مسكرة كذا، حاملات أكواب موجودة، الدرج الوسط اللي بالوسط هنا مرة إن شاء الله عميق. بنفس الوقت فيه ميزة أنه منطقة تبريد عن طريق التكييف، هذا غير فتحات التهوية هذه اللي قلت لكم اللي هي تنقي الهواء اللي موجود جوا السيارة، وتشغيلها من هنا تضغط عليه. الآن هو يعتبر شغال، شوف يطلع لك بالألوان، يطلع لك لون أخضر، ثم تضغط عليه برضو يطلع لك لون أحمر، كأني أنا شفت أنه في أحمر أتوقع إن شاء الله. طبعا أنه فتحة البانوراما بإمكانك تسكر الستارة من ضغطة واحدة، تضغط عليها تتسكر أوتوماتيك مثل ما تشوف. وبرضه تنفتح أوتوماتيك من ضغطة واحدة. وهذه بطاقة كفاءة الطاقة. طبعا السيارة بنزينها 95 متوسط الكفاءة عندي 13 كيلو لللتر الواحد، 4 ويل 2.0 2000 سي سي. طبعا ضمان السيارة أو ضمان MG المعتاد والمعروف 6 سنوات أو 200 ألف أيهما يسبق. الأسعار للسيارة اللي معاي الفل كامل اللي انتم تشوفونها الآن 88 و200 ألف، شامل الضريبة. لكن الفئة الأقل منها على طول مباشرة، طبعا هي فئتين، الفئة الأقل منها مباشرة ب76 650 ألف. أتمنى أن عجبتكم التغطية، وبكذا انتهينا من MG HS إلى تغطية أخرى إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لتغطيات أخرى إن شاء الله بأسعار مواصفات السيارات. في أمان الله.